يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد فضلار الكرام وصدور العظام. أوصيكم بتقوى الله الملك المنان. ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن الصفار فقال مخبرا وامرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلموا أن الله لا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقدر وقال الله فإن من قال الله تعالى وقدره اجتماعنا في هذا المحفل بورك فيه بالعلماء والصلحاء والصالحين فسينقض إن شاء الله فتبارك وتعالى نكاح أخينا محمد علي ابن عبد الرحمن بالكريمة الحسيبة النسيبة وبخلق الحسن سمية بنت شريف وفقهم الله لحسن المعاشرة وهب لهما أولادا صالحين كما وهبت لإبراهيم إسماعيل ولإسحاق يعقوب وليعقوب يوسف ولهنة مريم ولداود سليمان. اجعلها لها كما جعلت عائشة الصديقة وخديجة الكبرى وسائر أمهات المؤمنين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه عظم للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح إن أعظم النكاح بركة حيسر مغنى. ألفت انتباهكم أيها الحضار
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالفر بذات الدين. فالمقصود من هذا الحديث ألا تتكلف بالأنصاب والأموال وال منك اليسرى وترلى منك اليسير. واقتصدوا في موان النكاح والافراح والفلاح ولا تبدروا تبديرا ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين ان الشيطان كان لكم عدوا مبينا. أحب فطرتي فليستن بسنة من تزوج بامرأة فقد أغرز ثلثي ديني فليتق الله في الثلث الباقي. أقول قولي هذا أستغفر الله العليم لي ولكم وأستغفر أني وأنكم عن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. എന്റെ മകൾ സുമയ്യ ബാനു എന്നവളെ ഈ കാണുന്ന സ്വർണാഭരണത്തിൽ മഹറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തന്നു ഇണയാക്കി തന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മകൾ സുമയ്യ ബാനു എന്നവളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട മഹറിന് പകരം നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നതിനെയും ഇണയാക്കി തന്നതിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നതിനെയും صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أنبيائك ورسلك وبين أزواجهم الصالحات. واجعلنا وإياهم ممن ماتوا منا من ورثة جنة الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.